ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. زي ما انتم شايفين كده، عامل معاكم النهارده شوربة سي فود، عاملها بطريقة جميلة جدا جدا وسهلة وبدون تعقيد. طبعا كلنا بنحب شوربة السي فود، بس اغلبنا ما بيعرفش ان هو يعملها، بيقلق منها. انا هقول لكم النهارده ازاي نعملها احسن من المطاعم بمنتهى السهولة، بدون اي تعقيد وبدون اي كلكعة. هتطلع معاكم جميلة جدا جدا زي ما انتم شايفين كده، احلى شوربة سي فود، جربوها مش هتندموا. معايا هنا كده طبق فيه بحريات وتكون فيها قشور او عظم زي ما انتم شايفين كده، زي الكابوريا او الجمبري اللي بقشره، او بلح البحر او الجندوفلي. انا هنا عندي الكابوريا غسلها كويس جدا جدا جدا. اهم حاجة يا جماعة، الكابوريا تتغسل كويس جدا عشان الزفارة اللي فيها، وكمان اسمها الاتنين. عندي كمان هنا جمبري، كام واحدة جمبري كده بالقشر، برضو غسلهم كويس جدا وفتحها كده من الظهر، وشايلة منها الكيس الرمل اللي بيكون موجود فيها. عندي كمان هنا جندوفلي، ممكن تستخدمه برضو، بلح البحر بيكون جميل جدا. عندي طبق تاني فيه بحريات فيليه، عندي جمبري مقشراه كده وبرضو منضفاه وفتحاه كده وشايلة منه الكيس الرملي. عندي كمان سمك فيليه قشر بياض، تقدروا تستعملوا النوع اللي تحبوه. عندي كمان هنا كاليماري متقطع كده مكعبات صغيرة. معايا كمان هنا أصابع من الكابوريا. شوربة السيفود يا جماعة تقدروا تستخدموا فيها أي نوع سيفود تحبوه، بس طبعا يعني السحر اللي في السيفود ان احنا نستعمل فيها البحريات اللي فيها قشور، بتدي يا جماعة طعم جميل جدا للشوربة، ميبقاش كله فيليه. كمان معايا هنا هستخدمه لشوربة السيفود، معايا بصلة مفرومة ناعم جدا جدا، معايا كمان هنا جزر مقطعاه كده مكعبات. لو متاح عندكم كرفس او كرات بيكون جميل جدا جدا في شوربة السيفود، بس انا ما كانش متاح عندي ف استكفيت بالجزر. كمان معايا فصين ثوم مفرومين ناعم جدا، معايا 4 معالق من عصير الطماطم، بتفرق جدا في لون السيفود يا جماعه. معايا كمان هنا التوابل بتاعتي، انا مكتفيه بس بالملح والفلفل والكمون، مش عايزه اكتر من كده. انا عايزه اشرب شوربه سيفود ما يكونش طاغي عليها طعم التوابل، فانا هستخدم الملح والفلفل والكمون مش اكتر من كده. معايا بقى كده حلة على النار وتكون سخنة جدا جدا جدا، اهم حاجة ان تكون الحلة بتاعتي سخنة جدا. هبدأ انزل عليها بمعلقتين من الزيت، عليهم كمان مكعبين من الزبدة. هنزل دلوقتي بالبصل المفروم اللي عندي، عليهم كمان فصين الثوم زي ما انتوا شايفين كده. هاخدهم بقى كده تقليبة سريعة او تشويحة سريعة. انا مش عايزة البصل والثوم اللي عندي ياخدوا لون، لا انا عايزة يدوبك بس كده البصل اللي عندي يدبل، مش اكتر من كده. يدوبك اول ما شم ريحة الثوم والبصل كده طلعت كده خلاص، زي ما انتوا شايفين كده هو ده اللي انا عاوزاه. انا يا دوبك عاوزاهم يتبلوا، مش عاوزه البصل بتاعي ياخد لون خالص. اول ما اوصل للخطوه دي هبدا ان انا انزل بقى بالسيفود اللي عندي، السيفود المخلي، هبدا انزل بيه كده في الحله. وزي ما قلت ان لازم الحله اللي عندي تكون سخنه جدا جدا، هبدا انزل كده اخده تشويحه كده سريعه. انا مش عايزة السيفود اللي عندي ينزل المية بتاعته، فعشان كده بقول لازم الحلة تكون سخنة جدا. هاخده كده تشويحة سريعة، بحاول ان انا اقلب فيه كده برفق، علشان كلنا عارفين ان لحم الفيليه ما بيستحملش. تمام كده، خلاص كده اتشوح عندي. هبدأ دلوقتي انزل بالبحريات اللي فيها عظم او قشر، زي الجمبري، زي ما قلت الجمبري والكابوريا والجندوفلي. بس في الخطوة دي بقى هقلب بشويش جدا جدا، علشان طبعا قشر الجمبري وقشر الكابوريا او رجول الكابوريا ما تهريش عندي السمك الفيليه.
فهحاول ان انا اقلب بالراحة كده بشويش واسيبهم برضو ياخدوا تشويحة سريعة. خلاص كده اخدوا التشويحة اللي انا عاوزاها. اول ما احس كده ان الكابوريا اللي عندي والجمبري اخدوا اللون الاورنج اللي انتوا شايفينه ده كده، خلاص اتاكد ان هما دخلوا في الاستواء. تمام كده هبدا اضيف بقى الجزر اللي متقطع مكعبات اللي عندي، وزي ما قلت لو متاح عندكم كرفس او كرات بيكون جميل جدا 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 في الشوربه، او في اي يعني في اي وصفه شوربه الجزر والكرفس والكرات اساسيين في اي شوربه. هبدا اضيف بقى الميه بتاعتي. كمان انا كنت قشر الجمبري اللي انا قشرته حطيته كده على النار بميه وبصل وجزر، اخدت منه كده شوربه زودتها برضو مع الميه اللي انا زودتها مع الشوربه، بتفرق جدا. لو مش متاح مفيش مشكله، بس انا الخطوه دي انا عملتها. هضيف دلوقتي كمان 4 معالق طماطم، عصير طماطم بتفرق جدا جدا في لون الشوربه اللي عندي. التوابل بتاعتي دلوقتي هبدا اضيفها، زي ما قلت انا هضيف بس عندي كمون فلفل وملح، ربع معلقه من الكمون نص معلقه من الفلفل، والملح طبعا حسب الرغبه. تمام كده شايفين جميله ازاي. انا هسيبها دلوقتي على النار حوالي ربع ساعه كده لحد ما تستوي، وهنرجع نشوفها مع بعض. شايفين الجمال في الخطوة دي بقى. يعني ممكن تكتفوا ان هي كده خلاص السيفود اللي عندي استوى سوا كامل. ممكن في الخطوة دي اللي هي بتبقى الشوربة الشفافة، في كتير بيحبها كده شفافة بدون كريمة وبدون اي حاجة، فخلاص هي تمشي كده. ممكن اللي مش حابب ان هو يضيف لها كريمة وعاوز ياخد نتيجة الكريمة، معلقة دقيق وكوباية تتدوب في كوباية لبن وتضاف عليها، هتمشي بديل للكريمة فهتكون حلوة جدا. بس انا دلوقتي هعملها بالكريمة، فانا عندي هنا دي كريمة طهي، هستخدم منها حوالي في الكمية اللي عندي دي استخدم منها حوالي كوباية. زي ما قلت اللي مش متاح عنده كريمة وعاوز ياخد نتيجة الكريمة بديل الكريمة يستخدم كوباية لبن وعليها معلقة من الدقيق، هيدوبهم كده على البارد ويبدأ ينزل بهم على الشوربة. اللي عاوزها شفافة مش هيضيف اي حاجة خالص، هيكتفي بيها شوربة كده. شايفين جميلة جميلة جدا. شايفين ازاي انا ضفت دلوقتي حوالي كوباية من الكريمة، كريمة الطهي. شايفين اللون، شايفين جميلة جدا جدا كده. خلاص السفود اللي عندي خلاص استوى، هبدأ دلوقتي ان انا اغرفه ونشوفه مع بعض. كده خلاص انا غرفت الشوربة بتاعتي. انا مش قادرة اقول لكم الريحة كانت طالعة عاملة ازاي، ولا الطعم تحفة، ولا لون الشوربة جميلة جدا جدا بجد. جربوها ومش هتندموا، جربوها بنفس الطريقة بجد والله العظيم احلى من المحلات بكتير جدا، وكمان في البيت موفرة جدا. عملت معايا كمية حلوة، جربوها يا جماعة، شوربة سيفود معمولة بمنتهى السهولة. طبعا لو عجبكم الفيديو او لو استفدتم منه ولو بمعلومة صغيرة، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واتمنى بجد ان انتوا تجربوا الشوربة وتقولولي طلعت معاكم ازاي.